السؤال الأول في هذه الليلة، يقول السائل الكريم: عندي مرض مزمن لا أستطيع الصيام، وأقوم بدفع الفدية هذه السنة في مسقط رأسي لبنان في الشرق إن شاء الله. إذا كانت قيمة إطعام المسكين في أمريكا 10 دولارات عن كل يوم، وفي لبنان ربما تكون القيمة دولارا واحدا أو دولارين في هذه الأيام العصيبة، هل يتوجب علي دفع القيمة بكلفة أمريكا حيث أعيش، أم بكلفة لبنان حيث أخرج الإطعام هناك؟ سؤال جميل. الجواب عنه يا رعاك الله أن التكليف يناط بالإطعام وليس بالقيمة. عليه فدية طعام مسكين، مش عليه فدية قيمة طعام مسكين. التكليف يناط بالإطعام وليس بالقيمة. فحيثما أطعمت مسكينا عن كل يوم أفطرته فقد برئت ذمتك وخرجت من العهدة أيا كانت القيمة. لكن انتبه يا رعاك الله، ينبغي أن تكون لك نية حسنة في إخراجها في لبنان كإيثارك المحاويج من ذوي القربة، أو إيثارك لمنطقة مأزومة منكوبة. لا يكن همك ونيتك في فرارك بالإطعام إلى لبنان البحث عن الأرخص والأزهد قيمة كما تفعل عندما تتسوق الملابس والأمتعة والأطعمة في هذا البلد. تنتقل من موقع إلى موقع ومن محل إلى محل، تبحث عن الكليرنس وعن السيلز وعن الكذا. هذا لا يصلح أن تنقل هذا الأبروتش أو هذا الكونسبت، لا يصلح أن تنقله في عالم التعبدات والتنسكات الشرعية. لابد أن تكون لك نية حسنة عندما أخرجت الفدية من موقع إقامتك إلى موقع إقامة أهلك أو ذوي يعني قربات في الشرق. فينبغي أن تكون لك نية حسنة في هذا. بارك الله فيك.